بل الاستعدادات الأمنية على مستوى ولاية أمن أكادير لتأمين الاحتفالات ديال رأس السنة. لهذه السنة تم رصد حوالي 1400 رجل أمن، جميع التشكيلات الأمنية بما فيها أولا الشرطة ديال الزي، الشرطة ديال الهيئة الحضرية، شرطة السير والجولان، فرق متخصصة ديال التدخل، عناصر قاسين، وكذلك فرق متخصصة في رصد أولا محركة ومحمولة على مستوى السدود القضائية، وسيارات اللي هي تقوم بتنقيط المتنقل على مستوى السدود الإدارية اللي ستنصب بهذه المناسبة في جميع المداخل والمخارج للمدينة. إذن ولاية أمن أكادير رصدت استراتيجية وتم التنزيل ديالها بشكل قوي في احتفالات رأس السنة، وهذا ماشي عمل قمنا به اللحظة، وإنما كانت أعمال استباقية استعدادا لاحتفالات رأس السنة، بدءا بعمليات تنشيطية وعمليات أمنية بمختلف أحياء ودوائر الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير. إذن بالنسبة للمخطط الأمني اللي هو التنزيل ديالو بهذا اليوم على مستوى القطاع السياحي، تم تأمين جميع المناطق وجميع الفنادق المصنفة والغير مصنفة، وكذلك المنتزهات الشاطئية بعدد كافي من الدوريات، سيارات متمركزة في أهم الفنادق وأهم المؤسسات الفندقية اللي تعرف احتفالات ديال رأس السنة، دون نسيان أن هناك فرق متخصصة مدنية تشتغل في عمق يعني عمق المدينة لرصد كل ما من شأنه أن يشكل تهديد أو انزلاق أمني أو تهديد للسلامة الجسدية أو ممتلكات ديال الساكنات أكادير. وعلى هذا الأساس نذكر على سبيل الذكر هناك فرقة متخصصة ديال الكلاب مدربة لرصد أولا المتفجرات وثانيا المخدرات، وكاين هناك فرق ديال مسرح الجريمة لتحديد الهوية بالبصمة المتنقلة عبر ناظم آلي محمول من طرف عناصر ديال الشرطة القضائية لرصد كل، وكذلك تتبع جميع الأشخاص ذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم قضائيا. إذن بهذه المناسبة تم أولا تأمين جميع شرايين المدينة على مستوى السير والجولان اللي كتعرفوا حتى هو في الكثير ديال السيارات. إذن تم اتخاذ واحد خطة أمنية في إطار البرنامج ديال السير الطرقي لتأمين جميع محاور المدينة حتى تمر هذه الاحتفالات ديال رأس السنة في أحسن الظروف. كذلك هناك أولا معلومات حول أن بعض الساكنة اللي غادا تقوم باحتفالات خاصة، فمثلا كان هناك منصة ديال الفولكلور وكذلك فرق فولكلورية ومهرجانات غنائية على مستوى الشاطئ، هي اتخذت لها تدابير أمنية باش ما تكونش هناك أولا بعض الاعتداءات أو بعض الأشياء اللي تمس بالأمن أو السلامة الجسدية ديال المواطنين، دون نسيان أولا كذلك ذاك المهرجان ديال أولا الشهوب الاصطناعية اللي غادي يكون على مستوى الواجهة البحرية ديال الفنادق المصنفة كروبنسون وتيكيدا ديناس وليل والنهار. راه كاين استعدادات على قدم وساق من طرف رؤساء الدوائر لتأمين هذه المهمة في الرمال حتى تمر كذلك هي بدورها في أحسن الظروف.